السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. وحلقة النهاردة خاصة لكل محبين وعشاق مسلسلات الأكشن والحركة، لأن هنقدم لكم قائمة بتضم اختياراتنا لأفضل 10 مسلسلات أكشن لسنة 2023 مع تقييم وتصنيف وملخص بسيط لكل مسلسل. فتابع الفيديو للآخر وما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحلقة. ونبدأ قائمتنا بالمسلسل رقم 10 Secret Invasion، وهو من نوعية مسلسلات الأكشن والمغامرة. والمسلسل مكون من موسم واحد بست حلقات، وتم عرض أول حلقة بتاريخ 21/6/2023 على منصة ديزني بلس. المسلسل حصل على تقييم 6.3 على موقع IMDb. This is a ticking time bomb. You got to figure out which side you're on. ورقم 9 مسلسل كاليدوسكوب، وهو من نوعية مسلسلات الأكشن والجريمة. والمسلسل مكون من موسم واحد بتسع حلقات، وتم عرض أول حلقة بتاريخ 1/1/2023 على منصة نتفليكس. والمسلسل حصل على تقييم 6.6 على موقع IMDb. You can never have too many yachts. Let's go. وفي المركز الثامن مسلسل براكرز، وهو من نوعية مسلسلات الأكشن والجريمة. والمسلسل مكون من موسمين ب 12 حلقة، وتم عرض أول حلقة من الموسم الثاني بتاريخ 17/2/2023 على منصة نتفليكس. والمسلسل حصل على تقييم 7.2 على موقع IMDb. وفي المركز السابع مسلسل فايكنج فالهالا، وهو من نوعية مسلسلات الأكشن والمغامرة. المسلسل مكون من موسمين ب 16 حلقة، وتم عرض أول حلقة من الموسم الثاني بتاريخ 12/1/2023 على منصة نتفليكس. والمسلسل حصل على تقييم 7.3 على موقع IMDb. Fortune favors the bold. والمسلسل رقم 6 The Night Agent، وهو من نوعية مسلسلات الأكشن والإثارة. المسلسل مكون من موسم واحد ب 10 حلقات، وتم عرض أول حلقة بتاريخ 23/3/2023 على منصة نتفليكس. والمسلسل حصل على تقييم 7.5 على موقع IMDb. We're done. ورقم 5 مسلسل سباي اند ماستر، وهو من نوعية مسلسلات الأكشن والإثارة. المسلسل مكون من موسم واحد بست حلقات، وتم عرض أول حلقة بتاريخ 19/5/2023 على منصة HBO Max. والمسلسل حصل على تقييم 6.7 على موقع IMDb. والمسلسل رقم 4 في قائمتنا إكسترورديناري، وهو من نوعية مسلسلات الأكشن والمغامرة والكوميديا. والمسلسل مكون من موسم واحد بثمان حلقات، وتم عرض أول حلقة بتاريخ 25/1/2023 على منصة ديزني بلس وهولو. والمسلسل حصل على تقييم 8.7 على موقع IMDb. Maybe the real power is just being yourself. والمسلسل رقم 3 في قائمتنا رابت هول، وهو من نوعية مسلسلات الأكشن والإثارة والدراما. المسلسل مكون من موسم واحد بثمان حلقات، وتم عرض أول حلقة بتاريخ 26/3/2023 على منصة بارامونت بلس. والمسلسل حصل على تقييم 7.5 على موقع IMDb. والمسلسل رقم 2 The Blacklist، وهو من نوعية مسلسلات الأكشن والجريمة. والمسلسل مكون من 10 مواسم ب 218 حلقة،
وتم عرض أول حلقة من الموسم العاشر والأخير بتاريخ 26/4/2023 على منصة NBC، والمسلسل حصل على تقييم 8/10 على موقع IMDb. أما المسلسل رقم واحد والمتصدر قائمتنا كأفضل مسلسل لسنة 2023 لحد الآن The Last of Us، وهو من نوعية مسلسلات الأكشن والمغامرة. المسلسل مكون من موسم واحد بعشر حلقات، وتم عرض أول حلقة بتاريخ 19/1/2023 على منصة HBO Max، والمسلسل حصل على تقييم 8.8 على موقع IMDb. وبكده خلصت حلقتنا، فيا رب تكون القايمة عجبتكم، وياريت تشاركونا رأيكم في الكومنتس. هل في مسلسلات تانية كان المفروض تبقى معانا في القايمة كأفضل 10 مسلسلات صدرت سنة 2023 ولحد دلوقتي ولا لا؟ ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.